نحن سعداء بما حقق المشروع في هذه الفترة الوجيزة والمناطق الشاسعة التي تم تطهير المنطقة من الألغام والعبوات التي زرعت بشكل عشوائي. ونحن في الفريق 26 مسام نشكر البرنامج السعودي للتعامل مع الألغام على دعمه لنا، ونتمنى منه أن يدعم فرق أخرى من أبناء المنطقة لمعرفتهم بالمنطقة وأبناء المنطقة والتعامل معهم بسهولة وإنجاز عمل يعني أكثر وتطهير مساحة أكبر مما تم مسحها من قبل.